أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يحل الآن بالمسلمين من ضعف وخور وانهزام؟ نعم. هل ما يحل الآن بالمسلمين من ضعف وخور وانهزام إنما هو بسبب ضعف التوحيد أم بسبب كثرة الشهوات؟ وأيهما يبدأ بتصحيحه وعلاجه؟ لا بد من تصحيح التوحيد لأنه هو الأصل وهو الأساس. أما أنك تشتغل بالأمور الأخرى في النهي عن المعاصي والمخالفات الأخرى والعقيدة فاسدة، فلا فائدة من مجهودك ولا من بحثك. صحح العقيدة أولا ثم بعد ذلك صحح أخطاء الناس. نعم.